مساء الخير. في الحلقات السابقة من برنامج أسمهان استعرضنا أولا البدايات، كيف استقرت الطفلة أمال الأطرش أو أسمهان في القاهرة مع والدتها وشقيقيها هربا من الفرنسيين، ثم كيف بدأ صوتها يتكون وكيف أنها في بداية الثلاثينات وهي بعد في 14 من عمرها سجلت بعض الأسطوانات، ثم ما كان من زواجها من الأمير حسن الأطرش ابن عمها وعودتها إلى سوريا للإقامة هناك 6 سنوات كاملة، ثم كيف أنها قررت أن تتركه لوضع إجباري شرحناه في الحلقات السابقة وعادت إلى القاهرة وهي تحس بالضياع. حالة الضياع هذه، كان هناك شقيقها فريد الأطرش لكي يأخذ بيدها ويخلصها منها. وضع الأستاذ فريد الأطرش شقيقها الذي كان يعلم أنها تتحلى بصوت رائع، وضع خطة محكمة لكي يصل بها إلى قمة منافسة للسيدة أم كلثوم. قال في البداية سألحن لها من ألحاني فتغني، فيتعرف عليها كبار الملحنين فيحرضون ويلحن لها وتصبح نجمة كبيرة، وإذ بها تقدمني من جديد كملحن كبير في الغناء العربي. وفعلا هذه الخطة نجحت ولحن لها كبار الملحنين. لحن لها الأستاذ محمد القصبجي، الأستاذ رياض الصنباطي، الأستاذ عبد الوهاب، الأستاذ مدحت عاصم، وكل منهم كان يلحن لها ضمن مساره التلحيني وضمن أهدافه الخاصة بتوجهاته التلحينية. مثلا الأستاذ رياض الصنباطي الأستاذ القصبجي لحن لها في خط محدد قالب القصيدة. لماذا؟ لأن السيدة أم كلثوم كانت لا تكلف لا القصبجي ولا الصنباطي بتلحين قصائد، كان هذا محددا للأستاذ زكريا أحمد. الأستاذ الصنباطي رأينا أنه فيما بعد وبعد وفاة أسمهان كلف بالقصائد، أما الأستاذ القصبجي فلم يستطع ذلك ولم يكلف أبدا بتلحين القصائد، مع أنه قدم تنازلا كبيرا عندما لحن لأسمهان لحنا تقليديا في تقربه من تقليدية أم كلثوم، وليبرز لها أنه قادر على تلحين هذا النمط بالأسلوب التقليدي الذي ترغب. لم تلقي سيدة أم كلثوم بالا إلى هذا، وبالتالي فقد أراد أن يرد على هذا الرفض من السيدة أم كلثوم بتكليفه بالقصائد، وقدم لأسمهان مونولوجا رائعا وضعها في قمة التجديد في الغناء العربي مقابل قمة الأصالة التي تربعت عليها السيدة أم كلثوم. كان هذا المونولوج الرائع هو مونولوج يا طيور، الذي نبدأ الآن بالاستماع إليه متابعينا شارة البرنامج. هذا المونولوج الرائع سوف يفتح لنا موضوع هذه الحلقة من برنامج أسمهان، إنه الصراع الداخلي بين كبريائها، وقد كانت تحس بالكبرياء لأنها تحس بأنها أميرة ولدت في أسرة سورية عريقة من جهة،
وبين حاجتها الملحة للمال واضطرارها للغناء لكي تعيش. وهنا كانت تبرز المشكلة الثانية، أنها حتى لو أرادت أن تغني من أجل أن تعيش، متغلبة على إحساسها بالكبرياء وأن الغناء لا يلائمها، فإن الدخل الفني للفنان في مصر كان يؤمن غنائيا من حالتين: الحفلات الفنية على المسرح والحفلات الفنية الخاصة، وفي الحالتين كان هناك مشكلة. المسرح في تلك الأيام كانت السيدة أم كلثوم قد وجهته مع زكريا أحمد إلى خط التطريب لمواجهة تيار التجديد الذي كرسته أسمهان. فكانت أم كلثوم تقدم مثلا أنا وإنت ظلمنا الحب، حلم، الأمل، الآهات، حبيبي يسعد أوقاته، أغاني تطريب وأصالة، بينما كانت أغاني أسمهان المفعمة بالشجن لا تتلائم كثيرا مع هذا الخط التطريبي. إذن هنا مشكلة، لم تكن تطلب للغناء على المسرح بأغانيها الحزينة. أيضا الحفلات الفنية كان فيها إشكالية أخرى، فهي كانت بإحساسها بالكبرياء ترى أنها لا تريد أن تغني في حفلة خاصة لمن هم ليسوا بمرتبة أو في مرتبة أعلى من مرتبتها هي، وهكذا كانت تمتنع عن المشاركة في الحفلات الفنية الخاصة. نتيجة: لا كسب مالي، وبالتالي كانت تعيش في فقر كامل لدرجة أنها حاولت الانتحار في 21/9/1940، لأنها مرضت ولم يكن لديها ثمن الدواء، وخاصة أنها كانت أيام حرب، وبالتالي كانت تتشوق لحياتها مع أسرتها، وكانت في سوريا، فكانت تغني: يا ليالي البشري، يا أحلى الليالي، أين أنت الآن من ليل هواني، لم تعودي غير ذكرى في خيالي، فأنا اليوم أقاسي زماني. يا ليالي البشر، يا أحلى الليالي، أين أنت الآن من ليل هواني، لم تعودي غير ذكرى في خيالي، فأنا اليوم أقاسي بالزمان. رأى الأستاذ فريد الأطرش شقيق أسمهان أن الحل سوف يكون في السينما، لأنها كانت تؤمن دخلا جيدا. وهكذا جاء فيلم انتصار الشباب الذي مثله فريد وأسمهان، وتقاضت أسمهان عنه 1500 جنيه مثلما تقاضى الأستاذ فريد عن التمثيل أيضا والغناء والتلحين. في الواقع استطاع الأستاذ فريد الأطرش أن يقنع المنتج بأنه قادر على أن يلحن أغاني الفيلم جميعها، لأنه قادر على أداء أو على التلحين على الأمزجة التلحينية المختلفة السائدة لجميع كبار الملحنين. كنا قد رأينا في الحلقات السابقة أنه كان قادرا على تلحين الأساليب التلحينية للأستاذ عبد الوهاب، الأستاذ قصبجي، والأستاذ صنباطي، وسنثبت الآن أنه قادر على تلحين الأمزجة أو المزاج اللحني للأستاذ زكريا أحمد، وليكن ذلك عبر حوارية إيدي في إيدك في فيلم انتصار الشباب، والتي نظمها بيرم التونسي الذي كان يشكل ثنائيا مع الأستاذ زكريا أحمد في تلك الفترة، وهو هنا سيشكل ثنائيا مشابها مع الأستاذ فريد الأطرش. We're gonna make it.
الأستاذ فريد الأطرش قدم نفسه في هذا الفيلم كأربعة ملحنين في واحد بالإضافة إليه هو، لأنه قدم أسلوب زكريا أحمد كما لاحظنا، وسيقدم أسلوب محمد القصبجي ومحمد عبد الوهاب وسيد درويش. زكريا أحمد هنا في حوارية إيدي في إيدك لاحظنا أنها على خط أستاذ زكريا أحمد التلحيني. ماذا؟ هل تقولون إنها تشبه محلها عيشة الفلاح للأستاذ عبد الوهاب؟ في الواقع الأساس هو في هذا الخط زكريا أحمد. حتى الأستاذ عبد الوهاب كان يستوحي منه، من زكريا أحمد، عندما قدم محلها عيشة الفلاح ومع محمود بيرم التونسي الذي نظم الكلمات. إذن يبقى الأستاذ زكريا أحمد هو المنبع في هذا الخط التلحيني وفي هذا الشكل الذي استمعنا إليه. أيضا مع الأستاذ عبد الوهاب الذي قدم قيس وليلى نجد أن الأستاذ فريد سيقدم أوبريت انتصار الشباب على أسلوب قيس وليلى، إذن على أسلوب الأستاذ عبد الوهاب وهو خط تلحيني مختلف. أما في المونولوجات الرومانسية فسيقدم على أسلوب محمد القصبجي، وحتى في انتصار الشباب عند اللزوم سيقدم على أسلوب سيد درويش في المسرح الغنائي. إذن فعلا استطاع الأستاذ فريد أن يقدم نفسه كأربعة ملحنين في واحد، إضافة إليه هو فريد الأطرش كملحن خامس. هذا مسارنا الأول في بحثنا في فيلم انتصار الشباب، ولكن المسار الثاني هو أيضا مسار مهم، هو أن هذا الفيلم روى قصة حياة أسمهان. في الواقع هنا ملاحظة هامة، أسمهان مثلت فيلمين، انتصار الشباب وغرام انتقام، وفي الفيلمين كانت هناك رواية لحياتها الحقيقية. على كل حال هذا الفيلم وفي مسار التعامل مع حياة أسمهان سيقدم لنا نقاشا علنيا بين أسمهان وفريد حول الكبرياء والفن والتفاؤل والتشاؤم. إذن هما مساران، كيف قدم الأستاذ فريد ذاته كأربعة ملحنين في واحد، والمسار الثاني رواية الفيلم لحياة أسمهان والنقاش العلني حول الكبرياء والفن. يروي الفيلم حياة شقيقين وصلا إلى القاهرة سعيا للدخول في عالم الفن. في البداية تنجح الأخت لجمالها لا لجمال صوتها في أن تعمل في صالة للغناء، وهذا ما حصل فعلا مع أسمهان في بداياتها عندما في بداية الثلاثينات غنت في صالة بشارع عماد الدين. على كل حال في الفيلم تغني أسمهان في تناقض واضح مع المكان يا بدع الورد، هل يغنى عن الورد في صالة للغناء أو في صالة ملهى؟ على كل حال في هذه الأغنية يقترب الأستاذ فريد الأطرش من أسلوب زكريا التطريبي في التلحين زكريا أحمد. نتابع ثم ندقق في هذه النقطة. من أهم خصائص مدرسة الأستاذ زكريا أحمد التلحينية ما يسمى بأسلوب التتالي التفاعلي، وهو عندما يختار الأستاذ زكريا أحمد جملة لحنية قصيرة ويكررها بشكل متتالي، إما متصاعد لحنا أو متخافض، وغالبا ما تنتهي بتصاعد مع وصول إلى ذروة في اللحن تحرض طرب المستمع. الواقع هذا الأسلوب هو ليس من ابتداع الأستاذ زكريا أحمد، وإنما استقاه من ملحني القرن التاسع عشر، ولكن
هذا موضوع يعني لن أفصل فيه الآن، وقد أخصصه أو أفصل فيه في برنامج خاص عن أستاذ زكريا أحمد. لكي ندقق لنختار مثلا أغنية الوردي جميل في مقارنة مع يبدع الورد، دائما الورد. إذا نأخذ الوردي جميل وفي عبارة شوف الزهور وتعلم عن الحبايب تعرف تتكلم، شوف أولا في تخافض للحن مع هذا الأسلوب المتتالي، ثم شوف الزهور يتصاعد اللحن في تتالي متسارع إلى أن يصل في الختام ويختم يعود شوف وتعلم ويختتم المقطع. ندقق مع أغنية الوردي جميل لزكريا أحمد. في أغنية يا بدع الورد سينفذ الأستاذ فريد الأطرش الأسلوب ذاته، وذلك في بيتين متتاليين. في الأول عند عبارة غيرة وألام، عند كلمة ألام سينفذ ذات التفاعل التصاعدي الانفعالي المتتالي كما تحدثنا، وفي البيت الذي يليه وفي ذات الموقع عند ريحة وغرام، عند كلمة غرام هناك أيضا ذات التتالي. لنتابع. لنستعن بآلة القانون لكي نجري مقارنة محايدة في الجمل اللحنية لنحدد أسلوب التصاعد المتتالي التفاعلي عند الأستاذ فريد الأطرش وعند الأستاذ زكريا أحمد في يا بدع الورد وفي الوردي جميل. لنبدأ أولا مع المقطع من الوردي جميل الذي يحتوي على ذلك التصاعد التفاعلي عند الأستاذ زكريا أحمد. لاحظنا الآن أسلوب التصاعد الانفعالي عند زكريا أحمد. ندقق الآن في يا بدع الورد مع الأستاذ فريد الأطرش التصاعد الانفعالي ذاته. أود أن أنوه أن أغنية الوردي جميل غنتها السيدة أم كلثوم بعد أن غنت أسمهان يا بدع الورد بسنوات، ولعلها أرادت أن تغني هي أيضا عن الورد، ولكن أنا استخدمت هنا أغنية الوردي جميل للمقارنة في أسلوبية زكريا أحمد في التصاعد المتتالي. على كل حال لنعد استماع المقطع غيرة وألام لندخل مباشرة بعده في الاستماع في مقطع يدخل فيه أستاذ فريد الأطرش على إيقاع الفالس الاستعراضي الراقص، وهنا أيضا لعله استخدم هذا الإيقاع لكي يتلائم مع المشهد الغنائي الذي تعرضه الأغنية في تلك الصالة، ولكن نتذكر أن هذا فيه مزج بين أسلوبين تلحينيين، الأول التصاعد المتتالي وأصله من القرن التاسع عشر مع إيقاع الفالس الاستعراضي الراقص. والأب يودع لا
أود أن أنوه بجهود المخرج أحمد بدرخان مخرج الفيلم المحب لأسمهان عندما صورها من الأعلى في قلب الوردة.